السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا كذا فيديو عن كانفا، وممكن نعمل 100 فيديو عن كانفا. ليه؟ كانفا عامل اتفاقات مع مواقع كتيرة، تمام؟ فبتلاقي جواه اللينكات وانت شغال عليه بتتعامل مع 100 برنامج، تمام؟ يعني على سبيل المثال، لو جيت كده في الأول خالص دخلت على الصفحة بتاعت آب، هتلاقي هو الراجل مش بيكدب ولا حاجة خالص، بيقول لك إن أنت لما هتدوس هنا فأنت تتعامل مع موقع اسمه ديل إيه، لو دوست هنا هتتعامل مع موقع ايماجين لو بتاع جوجل، هنا شيد، هنا مثلا ويف، تمام، هنا لون. بدل ما تروح تعمل حاجة على الموقع التاني وترجع له، لا، انت ممكن تشترك في الخدمة بتاعته وتدفع مقابل بسيط. يعني انت مثلا بتدفع اللي هو لكانفا، وكانفا هو بقى بيتعامل مع بيت الموقع، تمام. فخلينا نيجي كده نقول له ابس. طيب خلينا نجرب ايه بقى المرة دي. هنا مثلا تحسن الصورة، في موقع بيحسن الصورة هو بيعتمد عليه، يعني هو ما برمجش كل الحاجات دي كلها، تمام. خلينا نجرب سكتش تو لايف، واقول له ان انا عايز نيو ديزاين، ونقول له ان ده مثلا هيكون صورة، عايزين نختار صورة عادية. طيب خلينا نقول له مثلا ديسكتوب هولبر، حتى لو انت دخلت على الكانفا قلت له عايز اعمل صورة عادية ودخلك هنا، ممكن تيجي على الابس وتفعل التطبيق اللي هو سكتش تو لايف، ماشي. هتبدأ ترسم مثلا سكتش اهو اللي انا رسمه ده، انا مش عارف، ممكن نكتب فراشة، ممكن نكتب، تعالى نكتب مثلا فلاور. ممكن تكتب جملة كاملة، يعني تكتب توصف وصف كده. هو بقى هياخد الرسمة دي يروح للموقع التاني ويقول له الشخبطة دي ممكن تبقى ايه، فيبدأ يديله صورة. اهي اداني صورة وردة، وعلى فكرة واخد نفس الرسومات الحاجة اللي انا عملتها، تمام. ممكن تيجي هنا بقى نرسم مثلا اهو، هقول له بيراميدز مثلا، واقول له جنريت. فده نوع من انواع الذكاء الصناعي، تمام. عمل لي حاجه، ماشي. لو مش عاجباك تقدر تديله حاجه تانية كذا، بس هو خد بدا حاول يفهم هي فعلا على شكل بيراميدز بس من زاويه معينه يعني، تمام. في برضو من ضمن الادوات اللي انا استخدمتها قبل كده وعملت فيديو عنها، ان ممكن يساعدك في ان انت تكتب السي في. لو جيت هنا في الابس هتلاقي تطبيقات كتيرة جدا، تمام، حاجات مثلا خاصة بالصوت، وحاجات خاصة بالفيديو، وحاجات تساعدك في ان انت تعمل كتاب، وحاجات خاصة تعمل ان انت كتاب اطفال متخصص في الاطفال، في حاجات تعمل ايموجي، في حاجات تعمل مثلا زي ما انت شايف مئات البرامج والمواقع اللي انت ممكن تستغلها وتشتغل بيها هنا دايركت.